احنا جلستنا بتكون يعني ريحيه، ناخذ نعطي مع الشيخ، ووجود الشيخ وشاعرنا زياد يعني اليوم غنيمه ومكسب. نطرح بعض الاسئله والمحاور مني ومنكم عشان بالاخير احنا نستفيد كلنا في جلستنا هذه. وزي ما قلت لكم البارح، في كل لقاء للكرويته واحد منكم يعني يمتعنا بشيء. في احد منكم حضر شيء في البدايه عشان نعرف ونروح لضيوفنا، ولا ما حضر احد شيء؟ مجهزون؟ في طيب جهز نشيد، خلاص ان شاء الله ناخذه. يعني اقتبسوا من كلام الشيخ بعض الامور اللي يطرحها، اقتبسوا حاجه كذا اعطونا بشعر ولا انشاد، لا مانع يا شيخ. جدا. طيب اليوم يا شيخ هو ثاني يوم شهر رمضان المبارك، اكيد خليه مدخل لنا نبدا فيه على بركه الله مع هذا الشهر الكريم. وثاني يوم وش تقول يا شيخ، وش تعلم؟ ورمضان، خلنا نقول رمضان بما انك نشوف العصا معك، ما ودنا نقول شايب كبير في السن، خلنا نقول يعني روح الشباب لا زالت موجوده فيك. رمضان في القدم ورمضان الان، هل في فرق بين رمضان الماضي ورمضان الحاضر؟ هل في شيء احسن من شيء، ولا رمضان كما هو ما تغير؟ جميل جميل جميل. انت يعني بدات بقلت انها جلسه اريحيه، ولذلك هذا يعني يعطيني الحقيقه استرواح. يا سلام. اني اتحدث شيء من العفوية والأريحية. يا لها رزقة، يا لها رزقة، سقاك الله من حوض نبيه ومن يد نبيه. آمين يا رسول الله. زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم. يا سلام. هذه من أبيات الشيخ سلمان، قالها في شبابه يمكن كان في مرحلة ثانوية. الله الله، ما شاء الله، صراحة معبرة جدا. الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي. آمين يا رب. الله يرحمه ويرفع نزله في الجنة. كان مما يلون شهر رمضان في فتوتنا وشبابنا المبكر، كان الشيخ علي الطنطاوي في برنامجه على مائدة الإفطار، والشيخ الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا بصوته الجميل المعبر المؤثر، وهو يروي صور من حياة الصحابة. الله. الشيخ علي الطنطاوي له مقالة قريتها في مجلة الرسالة، عنوانها رمضان الذي فقدته. الله. رمضان الذي فقدته. نعم. تكلم فيها عن رمضان في شبابه هو، ووصفه وصف محلق. يا سلام. تحس أنها رفعك إلى عرج بك إلى السماء. يا سلام. ثم بدأ بعد ذلك يتحسر ويلتاع على ان هالاشياء التي يرويها انها فقدت. الله. وما عاد صارت في حياه الناس، وبالتالي قال فقدت رمضان. الله. سبحان الله العظيم. طيب لو انا اردت ان اكتب مقاله على طريقه الشيخ علي واصف رمضان السابق ورمضان الذي نعيشه الان، لقلت رمضان الذي وجدته. الله. لا اله الا الله. ولن اقول الذي فقدته. سبحان الله. الآن لأن عادة أي إنسان إذا تحدث عن ماضيه يحن إليه، صحيح، ويلونه بمباهجه. حتى الشيخ علي الله يرحمه له كتاب وصف فيه دمشق وأماكنه في دمشق، والله يعني من براعة وصفه كأنه يصف لك زاوية في الجنة. الله أكبر. صحيح. فأما ذهبت إلى دمشق، ذهبت إلى كل مكان ذكره، مكتب عنبر اللي هو درس فيه في الابتدائي، الأزقة والزواريب اللي حول الجامع الأموي، الحارات القيمرية، الأشياء اللي كان يذكرها. فرجعت وزرت الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه. قلت يا شيخ علي، الأماكن اللي وصفتها أنا رحت لها، ما وجدت الشيء اللي أنت وصفته. يبدو لي يا شيخ أنك كنت تصف شبابك. الله. أما المكان هو المكان. فكذلك وصفه لرمضان السابق ورمضان اللاحق، يبدو أن الشيخ وصف شبابه. أما أن أردت أن أصف رمضان كما عشته فتى ورمضان كما تعيشونه أنتم الآن، فسأقول لكم هنيئا لكم وبشرا لكم، فرمضانكم غير رمضان. فعلا أقول رمضان الذي وجدته وليس رمضان الذي فقدته. يعني إذا تذكرت في طفولتي وفتوتي، تذكرت المساجد، تجد المساجد يصلي فيها شيخ يسعل، قراءة القرآن هذرمة،
ليست قراءة مجودة، لا تجد مسجد في حافظ إلا النادر تلو النادر. إذا نظرت إلى صفوف المصلين تجد شيوخ فعلا وعباد وزهاد رحمهم الله، لكنك تفقد الشباب في صفوف المساجد. فإن وجدتهم في صلاة العشاء فلن تجدهم في صفوف التراويح. حتى من الأشياء اللي أتذكرها أنه تبدأ صلاة التراويح وفي صفين ثلاثة، ثم بعد كل تسليمتين تقوض الصفوف كانها تصفيات، إلين نلحق على الوتر ما فيه إلا روضة المسجد الشيوخ والكهول. أنظر الآن لله الحمد إلى المساجد فأرى هذه الزحوف وهذه الوجوه الوضيئة المضيئة، وأرى المسجد يلتام قبل الصلاة ولا تنفض جميع الصفوف إلا بعد الوتر. الله أكبر. إن ذكرت ذيك الأيام خشوع فتجده في بعض الدعاء في القنوت عند إمام يترنم بالأدعية. أما القرآن لا تسمع خشوعا بالقرآن، لأن أصلا يقرأ قراءة فيها حدر سريع والإمام يقرأه نظره إلى متى يختم. أما الآن فإنك تجد الخشوع في القراءة والتأثر والتحزين في القرآن. أعظم وعظ في القرآن ما هو بالوعظ في الأدعية، صحيح. ولذلك يعني أبتهج وأحمد الله إذا وجدت هذا التراص في المساجد في صلاة التراويح، ووجدت هذا الوعي عند الأئمة في هذه القراءة المرتلة المحبرة، الوعظ بالقرآن بحيث أنك تجد الإمام وهو يقرأ نعيش معه بأرواحنا ونشعر أننا مع كل آية أقرأها كأنما ننتقل إلى مشهد قرآني. السلام. إن قرأ في وصف القيامة، إن قرأ في وصف الجنة، إن قرأ في وصف النار، إن قرأ في حال النبي في مكة. يعني أحيانا عندما أكون في سطح الحرم ويترنم الشيخ السديس ولا الشيخ الشريم بالآيات المكية تحس كأن الزمن فتحت فيه فجوة، كأنك ترى في هذا المشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحواراته مع المشركين وحاله معهم. وأقول لكم الآن قرة عين لكم برمضان الذي تعيشونه. أنتم تعيشون رمضان بمذاقها الحقيقي. أنا زرت مكة أول ما زرتها أذكر كنا نصلي في الحصوة، حصوة الحرم قبل أن يصبح الحرم كله. شكرا لك يا حبيبي. الحرم فجوات وتصلي وجنبك منه واحد النايم، وجنبك هنا اثنين يسولفون، وهنا اللي يبيعون الماء. كان الماء يباع في حصوة زمزم، بياعين الماء. أي وين ذاك المشهد بالنسبة لهذا المشهد الذي نراه الآن؟ هذا الازدحام وهذا الاكتظاظ وها الآفاقيين اللي أتوا من كل مكان، أتوا بقلوب مشوقة. يعني عندما أصلي وأشوف واحد جاي من مصر تلقاه باع بقرته وباع جزء من أرضه، صحيح، فقط علشان يصلي. الله أكبر. في الحصار. واحد جاي من الجزائر ولا من المغرب ولا جاي من الهند جمع الربية مع الربية حتى يصل. صحيح. هالمشهد نتذوقه ونشعر فعلا إن لرمضان فعلا مذاق آخر، وإن الشهر ليس كالشهور وموسم ليس كالمواسم. فرمضانكم لا يحجبكم عن التلذذ به أن يأتيكم شيخ يقول كنا، لا، أنتم تعيشون ما لم نعش. رمضاننا اللي أدركناه كان بهجته آباءنا وشيوخنا اللي أدركناهم، صحيح، اللي كانوا أطلاح أنضأ عباده وأطلاح سهر. يعني إذا كنت أتذكر شيء من رمضان اللي أدركته في شبابي أشعر فيه بالنشوة، فأتذكر تلك الوجوه الشاحبة التي كنت أرى فيها لغوب الصيام
وجوش أشياخ كانوا يجهدون أجسادهم الذاوية يجهدونها على العبادة. فكنت إذا جيت العصر طبعا لا كان فيه مكيفات فكان الإعياء يظهر على الوجوه. صحيح. يعني العصر يجي تشوف الوجوه لاغبة ذابلة. كنت أرى في تلك الوجوه اللي أسأل الله الآن أن يحرمها على النار كلهم. آمين آمين آمين. أفضوا إلى الرب الذي كانوا يعبدونه. الله أكبر. كانوا يجدون في عبادته لذة. أتذكر شحوب وجوههم ولهوب أفواههم في تلك الأيام البعيدة ما بين الطرفين بعيدا عن وسائل الترفيه والتكييف، ومع ذلك كان لهم تلذذ بالعبادة. أتذكر من تلذذهم، طبعا كنا نعيش في بيوت طينية، بيوت شعبية في أزقة في حي اسمه حي دخنة في الرياض. فالبيوت الطينية صغيرة، يعني الواحد اللي يعبر بالطريق يسمع نجوى أهل البيت. اللي نسمعه في رمضان تلاوة التالين في البيوت. يعني لا أزال أتذكر سمعي وحنا رايحين نخرج، اعتبرنا أطفال نلهو في الأزقة ونحن نلهو فيها ونسمع آيات القرآن تسرب إلينا من البيوت المجافات أبوابها. المشهد المؤثر هو مشهد أولئك الأشياخ اللي أدركناهم. أدركت الشيخ صالح بن عمر بن مرشد إمام مسجد حينا رحمه الله، كان حافظ متقن حتى أني أظن أنها تذهب السنة بطولها ما سمعنا له غلطة أو غلطتين يخطئ فيها. وكان يقرأ بأداء الشيخ محمد بن إبراهيم وكان يحبه معجب فيه، فأداءه للتلاوة كأداء الشيخ محمد بن إبراهيم تماما. أذكر الأشياخ اللي كانوا معه في الروضة، فأذكر فعلا أنضاء العبادة وأطلاح السهر اللي كانوا يتحاملون على أجساد هزلة يحملهم عليها التلذذ بالعبادة. أما نحن في شبابنا فمع الأسف كان رمضان منطفئ، ما كنت تجد في الشباب ذاك التحفز لقراءة القرآن. هذا الذي أجده بحمد الله عندما أنصرف من الصلاة فأرى المصاحف ترفعها الأيدي المتوضئة وتقرأ فيها الوجوه النظرة. ما أدركنا هذا، أدركتموه أنتم وتعيشونه أنتم، فهنيئا لكم وقرة عين. ما أدركنا هذا الازدحام للشباب في صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وإنما كان يصلي الشباب على قدر عزائمهم، مثل ما قلت لكم قبل شوي تصفيات لما عاد تلحق الركعات الأخيرة إلا لجيل آبائنا وشيوخنا. فإن تذكرت عن رمضان سابقا ولاحقا فلا أملك إلا أن أهنئ الشباب، أهنئهم وأقول قرة عين لكم أنتم والذين تذوقتم رمضان وأنتم الذين عمرتم رمضان. هذا الازدحام الكثير في سطح الحرم أين هو عن الحرم يوم أدركته؟ صحيح. في شباب. أين هو؟ من الذي يملأ الحرم الآن ويسبب في هذا الازدحام؟ إنهم أنتم الشباب. فقرة عين لكم وهنيئا لكم، وأرجو أن تكونوا وأنتم تعيشون وتتوثبون في شبابكم أنكم ممن يعجب الله لكم. إن ربكم يعجب للشاب ليس له صبور. وأنظر إلى توثبكم في شبابكم فأرجو أن تكونوا من يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم شاب نشأ في طاعة الله. وقد نشأتم في طاعة الله في الصلوات الخمس عمرتموها، ورمضان عمرتموه، والقرآن ترفعه أكفكم، وقيام الليل تعيشونه، فهنيئا لكم أبنائي. أحسدكم أغبطكم
أتمنى أن أستعيد شبابي كشبابكم. الله.